سمسمة، سؤال وبدي جوابه على السريع وبصراحة شديدة شديدة. تسأليني لعيتي قلبي. يلا شوفي بينك وبين قدري. بيني وبين قدري ما في شي. طلعي فيني؟ متأكدة انت؟ طبعا متأكدة. شو بك يا هزار؟ يعني ما بتحبيه؟ بحبه لقدري. انا بدي احبه لقدري. وليش هيك عم تقولي انت قرفانة؟ قدري ليش؟ شو بالاستاذ قدري مانو قد المقام اللي عم تشوفيهم بالجامعة احسن؟ ليك لا مو هيك قصدي، بس يعني انا وقدري يعني جيران بحلب وانا وعيانة عليه، فبحسه مثل اخي. متأكدة؟ ايه متأكدة طبعا متأكدة. بعدين منين عم تجيكي كل هالافكار؟ مو انا اللي عم جيب الافكار، الواقع هو اللي عم يقول لي هي الافكار، لانه شايفته مصروع فيكي، يعني ما له سيره غيرك. لسه سميحه قالت وسميحه عملت وخالته فريده قالت وخالته فريده عملت. بدك الصراحه؟ انت غبيه، ما بتعرفي تتصرفي لتكسبي. ليكي هي غبيه رح مرق لك اياها، بس يعني شلون بدي اتصرف؟ مو انت قلتي لي تقلي حالك؟ هي عم تقل حالي، بس هو يعني لا انه معبرني ولا شايلني من ارضي. يا فهيمه طبعا لازم تقلي حالك عليه وما تدلقي حالك. لازم تلاقي طريقه هيك ظريفه لحتى تكسبي مشاعره وتكسبيه لطرفك وتحسسي انه انت كثير بتحبي، بس يعني بدون ما يعني كيف تقول لك يعني بطريقه غير مباشره. طب كيف يعني؟ ما بعرف، فكري وتصرفي. بس ليكي خليني برات القصه، ما تدخليني من عدا الشيء. قدري ناطرني على دقره لحتى يدق لماما ويخبرها اي شيء بخصني. مزبوط، هو بعزها كتير لخالته فريدة. طيب كتير؟ إن شاء الله صحة وهنا. على قلبك. أيوه وبعدين؟ لك صرنا ساعة بيركين وهي نزلنا الطلب ورايحين نخلص أكل، بدك تحكي ولا ما بدك تحكي؟ بصراحة بصراحة؟ إيه. يعني أنا محرجة شوي من الموضوع اللي بدي أقول لك إياه. يعني ماني عرفانه من بدي ابدا. اعوذ بالله اشرحي هذا. هسه هزار شعرتيلي بالي ها؟ الله لا يشغل لك بال. بس هو الحقيقه يعني الموضوع ما بيتعلق فيني، هو بخص وحده رفيقتي انا كثير كثير بعزها، بس ما بقدر اقول لك اسمها. خير ان شاء الله، ايش المشكله؟ عن جد بدك تعرف؟ لكن المشكلة بتتعلق هون عاطفية. ما فهمت يعني ايش صاير معها بالضبط؟ يعني بصراحة رفيقتي اللي ما بقدر اقول لك اسمها حابة شب هي بتعرفه يعني، ويعني محتارة كيف بدها توصل له مشاعرها وتخليه يحس فيها. الشاب اللي عم تحكي عنه ايش موقفه بالضبط؟ هو الحقيقة كتير غامض، يعني ما بعرف، ما أحد عم يفهم عليه، مرة يمين ومرة شمال، يعني مرة بتحسه كتير 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 حاببها ومعجب فيها، ومرة بتلاقيه يعني مو سائل بنوب ومطنش. طيب وهي لمحت له بشي؟ يعني مو كتير، لأنه رفيقتي يلي ما بقدر أقول لك اسمها هي كتير بنت خجولة وبنت عيلة ومحترمة وحلوة وأنيقة ومهضومة، يعني بتخاف إنه إذا قالت له ياخد عنا فكرة غلط. لعمس معقولة مثل ما بفكر؟ معقولة أنا الشاب اللي قصدته بكلامه؟ طيب هذا الشاب اللي عم تحكي لي عنه يلي حيببته رفيقتي يلي ما بدك تقولي لي إيش اسمه، إيش هي صفاته؟ صفاته؟ شاب بياخد العقل، ذكي، حساس، مهضوم، صاحب نكتة، حضوره يا ما على الله. مزبوط هذا أنا، هي صفاتي. هي قالت لك رفيقتك إنه أنا ذكي وحساس، قصدي يعني الشاب اللي حببته ذكي وحساس؟ هي حكت لي أكثر بكثير 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 من هيك. أنت ما بتتخيل قديش هو عاجبها وحاببته. هذا اللي كنت حاسب حسابه، بس تعطي البنت شوية اهتمام وريق حلو بتعلق فيك فورا وبتقلبها غرام وانتقام، وعلى بكي وعلى شهق وعلى اهي. طيب وانت ايش نصحتي لرفيتك
اللي ما خرج تقولي لي ايش اسمه؟ انا بصراحه ما عرفت شو بدي انصحها، لانه انا بنت يعني وما بعرف كيف بيفكروا الشباب بهالايام. يعني انت بتعرف، يعني انا قلت استشيرك، انت شاب وبتعرف كيف يعني ممكن تنصحني، قصدي تنصح رفيقتي يلي ما بقدر اقول لك اسمها. طب وايش العلقه يلي ما كانت لا على البال ولا على الخاطر؟ وين سرحت؟ طلع فيني منيح، خليني اقتصر عليكي وما نضيع وقت. انا فهمان الطبخه منيحه وهالحركات صارت كثير عتيقه. شو قصدك بهالحكي؟ كانه فهماني غلط يا استاذ ادري. لا يا مولا، فهمانك صح، فهمانك كثير منيح. انا الشاب اللي قصدتيني بحكيك، انا الشاب اللي حببت رفيقتك اللي ما بدك تقولي لي ايش اسمه. طلعي فيني هون، انا الحكي ما بزبط معي، انا الحركات لا بحبها ولا بطيئه طاول طاول. الحق مو عليك، الحق علي انا اللي اجيت معك لهون وحبيت استشيرك بمشكله بتتعلق برفيقتي كثير كثير يلي بحبها واللي ما بقدر اقول لك اسمها. قصدك سميحه؟ من جيراننا سميحه هي اللي بعتتك لحتى تجسي نبضي وتعرفي ايش مشاعري تجاهها، صح ولا انا غلطان؟ كملي صحنك، خلينا نمشي. كملي صحنك. شبعت يا حبيبي، القلب بحبك. غرام.